اخيرا لو عايز تقول اي حاجه تخص تقولها لجمهور الاهلي، تقولها لاداره الاهلي، للفريق، خلي بالك احنا برضو الالعاب الاخرى احنا عاملين لا ما انا متابع، انا متابع، احنا عاملين السنه دي السنه برضو دي حاجات قويه كانت في جدا، الطايره وفي في السله كله، في كله وفي طايره اليد وسله وكله، وكله ويد راح كاس العالم. وكل احنا رحنا كل كاس العالم على الطايره. اتمنى، انا اتمنى طبعا ان اداره النادي تفضل يعني مصره على تدعيم الالعاب التانيه، لانها جزء من اسم الاهلي، الماركه السينيه بتاع الاهلي ده، السينيه دلوقتي في العالم، فمرتبط اي حاجه هتطلع في الاهلي. لما تخش فرع من فروع الاهلي لازم يبقى A1، لما اي فريق من عندك لازم يبقى نفس الفكره، يعني زي جماهيريه الكوره كده. احنا كجمهور بقى لازم نبتدي ننجم كره لعيبه اليد، لاعبي ده اليد يبقى بيحصل عارف، على فكرة الحمد لله. لعيبه السله، لعيبه الطايره، ان هم يستحقوا ده، اللي بيرفعوا اسم الاهلي، اللي بنوا الهرم اللي كان في الاحتفال ده، ده لعيبه وادارات مش كرة بس اكيد، طبعا طبعا تفهم؟ فلازم اكيد يبقى لهم نصيب من الهرم ده يعني ان شاء الله.